السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة عايزة اقول لكم عن تجربتي الشخصية مع الواكس برو او مكنة الشمع. فاتمنى ان الفيديو يعجبكم، وانا كنت عايزة اعمل الفيديو ده من فترة فقررت اعمله دلوقتي. كنت عملت لكم من فترة فيديوهات عن الاعلانات والمنتجات اللي بتيجي في الاعلانات، فقلت لكم رأيي فيها، ودي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها في الاعلانات فحبيت اقول لكم رأيي فيها. ده شكل العلبة بتاعت واكس برو. مش فاكرة صراحة انا اشتريتها فين، بس اعتقد شاريها من محل يعني موثوق. هوريها لكم من جوه. ده شكل المكنة، ليها كفر وفيها من جوه حلة مقفولة كده، وفيها من جوه اللي هو السخان. ومن هنا الاوف والاون والميديم والهاي، وده النور لما بتشتغل، وده الشمع اللي كان جاي معاها. مش عارفه اسمه بصراحه. خليني اوريكم رايي عن الماشين. اولا شغاله كويس جدا، حرارتها مظبوطه، ما فيهاش اي مشكله. بس المشكله فين؟ المشكله في انه الفكره اللي الناس روجتها مش حقيقيه. ما حد يقولي بقى دي شغل بروفيشنال مش شغل بروفيشنال. انا جربت نفس المكنه دي مع الكوافيره بتاعتي، بس للاسف نفس المشكله. عملت لي حساسيه، عملت لي زي لسعات كده في جسمي، ما كانتش عمليه نهائي يعني. بالنسبه لي الطرق القديمه افيد بكتير. حسيت ان فلوسها اترمت على الارض. مش فاكره كانت 200 وحاجه تقريبا ساعتها، ومش فاكره انا جايباها بقى لي فتره طويله. فرأيي فيها بشكل عام انها مش عملية نهائي، واي حاجة تانية ممكن تكون مفيدة بالنسبة لك. عرفت ان ليها تريكات وجربت كل التريكات دي. عرفت ان انتوا ممكن تستخدموا الشمع مباشرة، وممكن تخلطوا معاه اللي هي السويت العادية علشان تبقى مرنة. بس بصراحة بعد ما جربت كل الحاجات دي لوحدي في البيت وروحت جربتها عند الكوافيرة، النتيجة واحدة. ممكن تكون النتيجة دي عايدة عليا انا لوحدي، جسمي انا حساس ما بيقدرش يستحمل الحرارة والحاجات دي كلها. كل الكلام اللي بيتقال ان هي بدون ألم ومش عارف ايه، انتوا بتحسوا بألم مختلف تاني، وهو الحرارة والسخونة بتاعت الشمع. مهما حاولتوا تبردوه بتفضل نفس المشكلة. فانا بالنسبة لي الواكس برو كانت بجد من افشل الطرق اللي انا استخدمتها. وبالعكس في حاجات تانية كانت احسن، زي سيلكا بيل من براون، زي وان كريم وان كان عملي اكتر، والطرق العادية اللي احنا تعودنا عليها. للمرة التانية على التوالي منتج يتم الاعلان عنه واروح اشتريه وللأسف يطلع فاشل. لو مشفتوش المنتجات اللي فاتت هسيب لكم اللينك هنا فوق على الشاشة وتحت في الديسكريبشن بوكس، روحوا وشوفوا المنتجات اللي انا جربتها وازاي كانت مضرة جدا بالنسبة لي. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى يكون تفهموا ان المنتجات دي رأيي انا الشخصي عليها، ممكن تكون نفعت معاكم ممكن لا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تشوفوا الهاشتاج بتاعنا عشان نفعله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.